اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. اكتر حاجه بتتعب مريض السمنه هي طبعا انه يطلب منه لو سمحت اعمل لنا رجيم علشان انت ركبك تعبانه، انت ظهرك محمل عليه، انت عندك كذا وكذا، مشاكل كتير جدا من السمنه. فاكتر حاجه بتتعبه انه الراجل متعود او الست بتبقى متعوده تاكل براحتها في اي وقت، تاكل كميات كبيره جدا تستوعب يعني اطنان من الاكل الحلو، وبعدين فجاه يطلب منها تاكل بورشنز او يعني احجام صغيره من الاكل. فطبعا مش بتقدر، بتجوع، تيجي على نص اليوم تبقى عايز تاكل دراع اي حد. انا مش بتكلم على حد، بتكلم حتى على نفسي. لما نبقى متعودين ناكل براحتنا ونبقى عايزين يعني ناكل كميات صغيره، ده يعني اصعب حاجه في الدنيا. في بقى عوامل مساعده تخلي الواحد يشبع ويملى بطنه بس من غير يعني ما ياكل اكل كتير. مين بقى هيكلمنا عنها؟ بيشرفنا دكتور محمد تركي، مدرس مساعد كليه الصيدله واحد اعضاء الفريق الطبي بشركه اورجانيكا جروب للمنتجات الطبيه. اهلا يا دكتور، منورنا. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. احكي لي الاول كده يعني اضرار السمنه والناس اللي ممكن تيجي لحضرتك او يعني تكلمكم وتقول لكم احنا مش عارفين نتحكم في الشهيه بتاعتنا وطول الوقت بناكل. طيب في الاول يعني انا عجبني حاجه جدا من اللي انت قلتيها، قلتي مريض السمنه. هو فعلا مرض، لان اغلبيه الناس بيعتبروا ان السمنه مش مرض. صحيح. او اغلبيه المشاهدين هم انا اوفر ويت، انا مليان شويه، ما بيعتبرش ان ده مرض. تمام. لا، هو مرض، ومرض انا بسميه او يعني دايما بنسميه مرض الموت البطيء. ليه؟ لان زي ما بنقول واحد مثلا مريض قلب، او واحد مريض في الامعاء، او واحد عنده وات ايفر المرض، هو عنده مرض واحد صح. انما مريض السمنه عنده زي ما بيقولوا كومبو امراض. مريض السمنه دوت ممكن يعمل مرض في القلب، ممكن امسكها لك من اول الراس لغايه الرجلين. يعمل لك ازعاج في النفسيه، حاله نفسيه مش طبيعيه. يعمل لك اكتئاب، يعمل لك ننزل على القلب، يعمل لك امراض قلب وشرايين، يعمل لك تصلب شرايين، الجلطات، جلطات المخ، جلطات القلب، كل دوت بيبقى ناتج عن ان هو اصلا مريض سمنه. ننزل على المعده، حتى المعده بتتاثر بالسمنه، بيحصل مشاكل في الامعاء، الحركه بتاعت الامعاء بتبقى مش كويسه. ننزل بقى على المشكله الكبرى اللي بتقابل كل الناس، المفاصل. صحيح. والركب والظهر، وخصوصا اي حد معدي ال 50. طبعا الستات بيبقوا اكتر شويه، ولكن اي حد معدي ال 50 من العمر يعني بيبدا يعاني من ايه؟ خشونه المفاصل. أو, او 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 الظهر، الديسك زي ما بيقولوا، او الامراض اللي بتصيب العمود الفقري. طيب انا ربنا سبحانه وتعالى خالق لي ركبتي بتشيل 70 كيلو. انا بحمل عليها، مريض سمنه بقى، بحمل عليها 30 كيلو زياده. طب هتستحمل ازاي؟ انا كده بنهي حياته، انا كده فعلا بخليه مش عارف يمارس اي حاجه من اي حاجه كان نفسه فيها. صحيح. مش هقول بقى حتى المظهر الخارجي والشكل والكلام ده، لا، ده انا بتكلم على السلامه الشخصيه بتاعته. وعشان كده الناس بدات تتجه، او العلماء عامه، او اي علاج بداوا يتجهوا للمنتجات او الحاجات الكيميائيه اللي بتنقص الوزن. دي هنا ظهرت المشكله، مشكلة خطيرة جدا. المنتجات الكيميائية أو أي حاجة مضاف عليها مواد كيميائية، لقوا إنها فعلا بتنزل وزن، فعلا بتنزل وزن. بس شوفي بقى الأمراض أو الأعراض الجانبية اللي بتقابليها منها. بتلاقي عصبية، بتلاقي اكتئاب، بتلاقي نرفزة على أقل حاجة، بتلاقي مشكلة كبيرة جدا، أول ما ببطل الدواء بيرجع ليا الوزن تاني. يبقى أنا عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. فبدأ العالم والعلماء والناس يجتمعوا إن أنا لازم أقلل شهية المريض ده. بالمناسبة بس أنا عايز أقول حاجة عشان الناس اللي متابعانا مش عارفة مريض السمنة دوت إمتى أنا أبقى مريض سمنة، أو أي حد يبقى مريض سمنة. يعني الوصف إن لو زاد عن 25% من جسمك، من التوتال بتاع وزن جسمك، من الدهون. تمام. فأنت كده مريض سمنة. طب لو عدى وصل ل 50% وأكتر. صحيح. ده أنت كده مريض سمنة مفرطة. طيب عايزين نتكلم في فكرة التحكم في الأكل بقى، لأنه في الآخر واحد زائد واحد يساوي اتنين. بالظبط. ما تاكلش هتخس. بالظبط. فكلمة ما تاكلش دي ولو إنها سهلة كده وهي بتتقال، هي صعبة جدا في التنفيذ. فعلا. فإزاي ننفذها وإحنا ناس متعودين ناكل في أي وقت، ناكل بكميات كبيرة، ناكل سكريات وعيش أبيض ودقيق وكذا، فإزاي نتحكم في الكميات اللي بتدخل بطننا؟ هو أنا عايز أقول إن الشعب المصري عامة رابط كل حاجة بالأكل. طبعا. عزومة أكل، خروجة، طب هناكل فين؟ قبل ما ينام لازم هاكل ايه قبل ما انام؟ هو الاكل، التلفزيون اكل، التلفزيون اكل، السينما اكل، السينما. لا انا اقول لك انا بالظبط. مفيش حاجه تخلو عندنا من الاكل، يعني مفيش حاجه بيور فسحه عاديه. لا ما ينفعش، ما ينفعش. ده تقيل ملهاش طعم. بالظبط كده. وعشان كده انا مع
نظام يعني اللي بتكلم عليه دايما اللي هو زيرو كالوري الياف. انا دايما بقولها زيرو كالوري الياف. ليه؟ انت جسمك بيبقى محتاج لا يقل عن مثلا 2000 كالوري في اليوم. بياخدهم انت كده عمرك ما هتخس. لو اخدت ال 2000 كالوري اللي جسمك محتاجهم انت عمرك ما هتخس، لان الجسم اخد الكالوري من بره. تمام. فانا ببدا اعمل ايه؟ بديله الياف طبيعيه. ايه فكره الالياف الطبيعيه؟ الالياف الطبيعيه هي منتج طبيعي جدا ما فيهوش اي اداتيف من الكيميكالز. زي ما احنا شايفين، انا دي يعني الانيميشن دوت عاجبني جدا، انه بيقول لك حتى التفاح، شايفين التفاح والبطاطس، البوب كورن، الفشار، التوست، كله فيه كالوري. يعني نلاقي 60 كالوري في التفاح، 40 كالوري في التوست، كل حاجه فيها كالوريز، صح ولا صح؟ لا؟ لما انا هاكل مثلا 5 تفاحات او 10 تفاحات هيعد كالوري معايا. وعشان كده انا بستعوض ده كله بنظام الزيرو كالوري الياف. انا بديله حاجه اللي هي الالياف الطبيعيه، اولا هي طبيعيه جدا ما فيهاش اي حاجه كيميكال، ما فيهاش اي حاجه كيماويه، بلس انها اهي زي ما شايفين كده الزيرو كالوريز الياف، ما فيهاش ولا كالوري. طب ايه اللي هيحصل في الجسم؟ ايه اللي هيحصل في الجسم لما اخد انا الالياف دي؟ هبدا اشوف معايا انا باكل الالياف في الانيميشن في الفيديو، انا باكل الالياف بعمل لها انجيشن، باكلها عادي بهضمها، بتنزل في المعده. بشرب بعديها 2 لـ3 كوبايات ميه. تمام. الميه هنا دورها ايه؟ الميه هنا بتعمل زي بتنفش شويه الالياف، بتكبرها، فبتاخد حيز كبير من المعده. تبدا المعده تبعت اشاره للمخ بهرمون السي سي كي، ان انا شبعت خلاص، ان انا شبعت، انا مش عايز اكل، انا المعده عندي ممتلئه. خلاص. هي المعده دي برضو عشان الناس تبقى فاهمه، هو زي الكيس، مليته خلاص مش عايز تاني. صحيح. مش عايز احط فيه تاني، انما انا لو سايبه فاضي هضطر افضل كل شويه املاه. بوست ميتابوليزم، يعني بتزود الحرق، بتزود بقى الحرق بتاع الايه، الدهون اللي موجوده في المنطقه دي واللي موجوده عامه فين في الجسم كله. ليه؟ لان انا مدخل له وجبه قليله جدا في الكالوريات، يعني بمعنى اصح زيرو كالوري. الجسم عايز الكالوري دوت، هيعمل ايه؟ هيبدا يحرق من اللي عنده. وعندنا هنا زي ما احنا شايفين الفايبر كونسامشن، يعني استهلاك الفايبر، لو قليل، لو الفايبر قليل قوي، لو في جسمك الفايبر نسبته قليله قوي، يبدا يحصل مرض السمنه اللي هي الاوبيزيتي او السمنه دي. ومش بس بقى مرض السمنه، زي ما بنقول كومبو امراض، الديابيتس اللي هو كله اوبيزيتي الاول السمنه، بعد كده ديابيتس السكر، الداء السكري، بعد كده بتلاقي الستروك، الجلطات الدماغيه، بعد كده بتلاقي الكانسر بعد الشر، عياذا بالله. يعني حتى الكانسر بيبدا فرصته تزيد، احتماليه حدوثه تزيد. والهارت ديزيز دي طبعا يعني لا اختلاف عليها، لان الكوليسترول بيعلى، والكوليسترول احنا عارفين بتبقى نسبه الدهون، فتبدا تعمل لي تصلب شرايين وتدمر لي الاعضاء بتاعتي كلها. انت قلت لي الستروك اللي هي ايه؟ اللي هي الجلطات الدماغيه. جلطات الدماغ. انا عايز اقول ان ده كل دوت لما بقى ايه، لما بقلل الفايبر بالظبط كده، انا في نسبه فايبر قليله في جسمي. طب لو انا بقى زودت الفايبر، ازود نسب الفايبر عندي، هلاقي ان كل الامراض دي بتقل. ومش بس كده، ده في لو عندك المرض نفسه، يعني هي ممكن تبقى وقايه ما يجيلكش اصلا المرض. تمام. طب لو عندك المرض، لا دي ممكن تساعد انك تخف منه. او ممكن تساعد انك تقلل العلاج بتاعه. كل ده ليه؟ عشان الفايبر هي منتج طبيعي جدا ما فيهوش اي مواد كيميائيه. وعشان كده بننصح بيها اي مريض نفسه يخس بطريقه فعاله. فعاله وفي نفس الوقت ايه، امنه. طيب ازاي بقى ياخده؟ ازاي وايه طريقه اللي بياخده بيها؟ ودي بقى يعني حاجه جميله جدا. من يعني من مميزات الحاجه دي ايه؟ ان هو سريع التحضير جدا. انا دلوقتي في شغل، انا عن نفسي انا واحد دكتور في الجامعه، مش ما عنديش وقت. بنزل بدي المحاضرات مش لاقي وقت، فبعمل ايه؟ خلينا في الكوبايه اللي على اليمين، الكوبايه اللي على الشمال هرجع لها دلوقتي. الكوبايه اللي على اليمين هي طريقه التحضير اللي فيها المعلقه، اللي فيها المعلقه دي. انا بجيب ايه؟ بجيب نص كوبايه ميه عاديه جدا. خلاص. وبقوم فاتح وصابب عليها كيس ومنزل كيس الباودر، وابدا ايه، اقلب، بنزل الباودر عادي وببدا اقلبه عادي خالص، لغايه ايه، لغايه لما يبدا يعمل قوام هلامي كده شويه. زي المهلبيه كده شويه. اول ما يبدا يمسك معايا ويعمل القوام الهلامي دوت، انا ببدا اكله. طعمه انا عايز اقول لك طعمه لذيذ جدا، انا دقته طعمه جميل. واللي احسن من ان طعمه جميل، ان انا ممكن استخدم عليه فليفرز، ممكن ابدا احط إرفة. حاجات هو اصلا في قرفه شويه، بس انا اقدر احط بقى عليه ايه، ممكن احط عليه مثلا اعمله بحليب، بس حليب طبعا خالي الدسم عشان ما ابقاش بحط له او عصير بيور. بس عصير برضو ايه، بيور من غير يعني ما يكونش فيه برضو ايه نسب سكر او كده، زي ما احنا شايفين كده. طب ممكن احط عليه كيس كده دايت شوجر، سكر دايت، ممكن لو، بس يعني مش هيفيدك قوي، لان هو في ميزه حلوه قوي. طعمه مسكر شويه، يعني طعمه حلو.
يعني طعمه هيغنيكي عن ان انت تحطي سكر. بلس ان الدايت شوكر كمان ليه اعراض جانبيه يعني دايما احنا عارفين الاسبرتام او المواد، بس لو في حاجات من غير اسبرتام يعني بقى، بس الافضل ان انا باخده طبيعي يعني انا باخده طبيعي، هو في كل حاجه مش محتاج اصلا ان احط، ممكن احط عليها نقطه عسل، ممكن عسل ابيض، ولكن مش انا يهمني بس في الفيديو ده حاجه واحده بس، قعدة قد ايه في التحضير يعني حضرتك لو ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه 20 ثانيه مثلا، اقل من اقل من 30 ثانيه مثلا، نص دقيقه انا حضرت وعملت يعني تعتبر وجبه بتشبعني. انا باخد بس عشان الناس برضو تبقى عارفه، انا باخد باكت قبل الغداء بتلت ساعه وباكت تاني قبل العشاء بتلت ساعه. طبعا ايه الفكره في كده، ان انا بقلل لما بشرب بعدي ميه بيبدا يقل حيز المعده. تمام. المعده دي بينفش هو جواها بالميه، بتبقى عامله زي البالون. طيب الكوبايه الثانيه دي، الكوبايه الثانيه دي بقى انا عايز اتكلم عليها، مهمه جدا. انا كنت حاطط في الاول ايه شويه زي ما نقول دهن، يعني بيمثل دهن زيت بيمثل الدهن اللي في جسم الانسان او الدهن اللي داخل لك مع جسم مع الاكل. خلاص، وببدا اشوف عمل الالياف ديت معاه، هلاقي ان الالياف ديت، لان الالياف بتنقسم لجزئين، جزء سوليبل، جزء بيدوب وجزء ما بيدوبش. الجزء اللي ما بيدوبش بيبدا يمتص الالياف الزيت دوت، بيبدا يمتصه وبيبقى عامل زي السفنجه. قاعد يشرب 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 في ايه في الزيت. تمام. ويبدا ينزل مع الاخراج بطريقه سلسه جدا ومن غير ما تتعب اي المريض اصلا. فانا بكده عملت حاجتين، انا قللت الشهيه وفي نفس الوقت قللت ايه او بدات اقلل من ايه من الدهون المتراكمه. يعني انا كده مش بس قللت الشهيه في ان هو مش هياكل، لا ده انا بدات اساعده انه يحرق الدهون المتراكمه. تمام. في الحالتين خلاص هو بيملى المعده بالظبط، وفي نفس الوقت بياخد الدهون وينزل بقى وينزل في الاخراج. ومش بس كده، ده بيحسن حركه الامعاء والحركه الدهنيه. الناس اللي عندهم امساك مزمن طبعا، دايما اللي بيعانوا من السمنه بيبقى عندهم امساك مزمن. بالظبط كده. ما انا زي ما بقول هو كومبو امراض، فبيبقى عنده مثلا امساك برضه ننصح بالالياف. ليه؟ لان الالياف بتقدر لما بتبدا تمتص الزيوت او بتبدا تمتص الدهون الموجوده في الجسم بتسهل عمليه الاخراج، بتسهل عمليه الاخراج لانها بتزود حركه اسمها الحركه الزايد الدوديه. الحركه الدوديه، خلاص، الحركه الدوديه بتاعت الامعاء، فتبدا تخرج يعني تعمل عمليه اخراج سهل جدا ومن غير تعب ومن غير وجع ومن غير اي حاجه. طيب هل انتوا بتدوا نظام مع الالياف دي بحيث طبعاً حد يقدر يعني يمشي على نظام، بيبقى نظام دايت بالمعنى الدايت ولا بتنظموا بس عمليه الاكل؟ هو بصي ما فيش حاجه سحر، يعني ما فيش حاجه طبعا بتعمل كل حاجه وانا قاعد في البيت. لازم انا بنصح، لازم المريض لازم اللايف ستايل يبقى صح، لازم انام صح، نومي الصح دوت بيزود الحرق. وجبه الفطار اللي كل الناس بتهملها، وجبه الفطار دي مهمه جدا لانها بتزود الحرق على مدار اليوم. ومش بس كده، ده انا بنصحه كمان بانه يبدا يعمل رياضه بسيطه جدا او رياضه يعني قليله، حتى المشي او اي رياضه، عشان يبدا يبان الاثر او التاثير بسرعه وفي نفس الوقت تاثير قوي. ولو لاحظنا ان الناس اللي بتستخدم الالياف بتنزل من 6 ل 10 كيلو في الشهر. وده رقم جميل جدا، رقم كويس جدا لاي حد نفسه يبدا دايت. يا سلام، طبعا 6 ل 10 كيلو ده رقم كبير جدا. طب احنا معانا فيديو دكتوره سوزان باورمان، هي دكتوره طبيبه امريكيه متخصصه في التغذيه وبتتحدث عن فائده الالياف، خلونا نشوف. You probably associate fiber with regularity, but the fiber in your diet does a lot more than just move the digestive process along. High fiber foods are filling too, and since fiber has no calories, a diet that includes plenty of high fiber foods can help fill you up without filling you out. The other thing fiber can do for you is to help support the growth of the friendly bacteria in your digestive tract, which can promote digestive health. There are two main types of dietary fiber. Soluble fibers help keep you full and also encourage the good bacteria in your digestive tract to multiply. The other type of fiber, called insoluble fiber, is the type of fiber that helps to keep you regular. Since different types of fiber have different effects on your body, try to include a variety of high fiber foods in your diet every day. Most people eat less than half of the recommended 25 grams of fiber every day. طيب انت فهمنا بس قصه الالياف الطبيعيه او مش الالياف، البكتيريا النافعه. البكتيريا دي حاجه مهمه جدا. بنسمع دايما عن البكتيريا اللي موجوده في الجسم اللي بتفيدنا. بيسموها فريندلي بكتيريا، يعني بيسموها بكتيريا صديقه. بكتيريا بتعيش معاكي وبتنفعك. طبعا البكتيريا ديت بتبقى مهمه جدا 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 في تسطيح البطن زي ما بيقولوا، او يخلوا البطن مسطحه.
بحيث انها بتاكل او بتبدا تتغذى على الدهون اللي موجوده في البطن. لقينا والابحاث العلميه اللي منشوره حديثا بداوا يشوفوا العلاقه بين ان انا باكل او بتغذى على الياف بنسب عاليه والبكتيريا دي. فلقوا ايه؟ لقوا ان الالياف دي بتساعد وبتهيئ الامور للبكتيريا ديت انها تزيد قوي. طب البكتيريا دي لما هتزيد هيحصل ايه؟ هتبدا تتغذى على الدهون اللي موجوده في منطقه الوسط وفي منطقه البطن. فتبدا تنزل اصعب منطقتين الناس كلها بتعاني منهم، البطن والجناب والوسط. التلات مناطق دول مناطق يعني من الحاجات الصعبه جدا اللي كل الناس نفسها تتخلص منها. انا اقدر اقول لك ان باستخدامك للالياف طبعا مع الانتظام في الاستخدام هلاقي ان البكتيريا دي بتزيد، ولو لاحظتي هيقول لك اشرب رايب او اشرب كل زبادي. ليه؟ لان الزبادي دوت فيه نفس البكتيريا النافعه دي. فلقوا ايه؟ لقوا ان الالياف دي استخدامي ليها هي بتزود البكتيريا دي. فلما بتزيد البكتيريا دي بيبدا الدهون المتراكمه في المنطقه دي تنزل مع طبعا نزول الوزن مع نقصان الوزن. وده اللي يعني اللي عاجبني في الموضوع ايه؟ ان انا بنزل وزن وبعمل حاجه اسمها ريشيب. ما انا ممكن انزل وزن بس ابقى ايه؟ يعني سوري في كلمه مترهل شويه او أيوة. ممكن ايه؟ يبقى في حته لا هي دي بقى الميزه ان انا لما بنزل الوزن بنزله بطريقه سيمتريه يعني طيب. بنزله بطريقه احنا كويسة. نقول مهما نقول الناس دايما بتتاثر بقبل وبعد طب. يعني اي طب. حد نحط صورته قبل وبعد ما استخدم مثلا الالياف بعد بقى كده دي اكتر حاجه حافز. ممكن تخلي حافز. الناس يعني تقتنع جدا طبعا. بالكلام اللي اتقال طيب. وبتدي حافز طبعا, طبعا انه حد ممكن يبتدي يجرب. خلينا نشوف الصور شوفوا قبل ده حد قبل المفروض انه التيشيرت خد الالياف هو هنا مش انت مش عارف يعني مثلا ده وزنه كده ممكن يبقى كان فوق ال 100 فوق ال 100 طبعا طبعا مع طوله عشان هو طبعا يعني الراجل يختلف عن الست فالطول الوزن العظم نفسه بيفرق فده فوق ال 100 طبعا هو الصوره الثانيه اكيد نزل عن ال 100 طبعا يعني لا دي خست جدا دي مثلا بقت 60 كيلو ولا حاجه كان معاها شخص تاني في الملابس ونزلت تقريبا يعني دي برضه خست جدا. كل الحاجات دي موتيفيشن يعني بتدي حافز قوي جدا لاي حد انه نفسه يبدا دايت ان انا هقدر اوصل كده مش في وقت طويل تمام. انا هقدر اوصل للشكل ده او للنزول ده مش في وقت طويل انا طيب. بتكلم في ممكن في شهر شهرين الاقي نازل لي 10 20 كيلو طيب. ودي حاجه قويه جدا. اي حد بياخد كم مره في اليوم والوقت اللي بياخده الجرعات بسيطه جدا ودي برده من المميزات ان انا عندي هي جرعتين في اليوم واحده قبل الغداء بتلت ساعه ببدا اقلبها برده مع الميه وبشربها عادي جدا او باكلها عادي جدا وواحده تانية قبل العشاء عشان برده إيه تفضل معايا فتره طويله لان انا بنام طبعا فتره النوم دي ممكن الناس كتير بتجوع فيها فتقوم تاكل وهي نايمه تقوم تفتح التلاجة وتاكل اي حاجه لا انا برده بامنك من الحته دي بديك واحده قبل العشاء بتلت ساعه يعني تمتد معاك لغايه الصبح فتبدا تقوم الصبح عادي جدا تاخد اهم وجبه اللي هي الفطار وتبدا تشوف يومك جميل. طبيعي جدا. طب معايا اتصال تليفوني من استاذ رزق. الو اهلا يا استاذ رزق ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم ازاي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك اللي استعملت الالياف ولا مين؟ لا انا كنت طلبتها جبتها لوالدتي. كنت ايه؟ جبتها لوالدتي. طيب والده حضرتك كان وزنها قد ايه؟ هي كان وزنها 115. خدتها بقى لها قد ايه بتاخدها؟ بكره يعني بقى النهارده 14 يوم. كويس. طيب خست في ال 14 يوم دول؟ هو انا وزنتها امبارح 102. ياه ده 13 كيلو في 14 يوم بواقع كيلو في اليوم؟ قويه جدا. ده يعني ما هو احنا كنا فعلا مشينا مع دكتور عشان ظهرها ورجلها كانوا بيوجعوها جدا. هي وزنها تقيل شويه فكان رجلها وظهرها دايما بتشتكي. فكل الدكاتره قالوا لي مش هنقدر نمشي معاها بعلاج في العظام الا لازم تخس الاول. طبعا. طب ممكن هي واخده الموضوع بعزيمه جامده قوي يعني. ممكن اسال حضرتك بس حاجه أمرني. النزول في الوزن دوت هل اثر عليها مثلا على بشرتها على شعرها؟ لا والله الحمد لله لا. يعني انا والله انا بتهيألي يعني انت بكلمها انت حسيت بهبوط انت حسيت باي حاجه علشان الوزن كده جامد يعني. لا ما حسيتش باي هبوط ولا اي حاجه. لا الحمد لله. بس ده 13 كيلو في 14 يوم ده رقم ما شاء الله ما شاء الله كبير جدا. هي كانت بتيجي مثلا في نص الوقت تبقى جعانه تبقى عايزه تاكل بالليل؟ لا هي دايما دلوقتي شبعانه. دايما شبعانه. ناويه تكمل بقى ولا ايه ولا اكتفت؟ لا احنا ان شاء الله لا احنا ناويين نكمل قوي قوي كمان. طب الحمد لله ربنا يبارك لك فيها ويشفيها. هي عايزه تبقى وزنها قد ايه؟ احنا ناويين نفسنا انها توصل لحد 80 بس. 80 كيلو على اساس ان هي بس يعني ايه عندها 63 سنه كل ما الوزن هيقل
الدكاتره قالوا لي كل ما الوزن يقل مش هتحس بالاعراض اصلا بتاعه ظهرها ورجلها. طيب جميل. طيب هي رجليها اتحسنت شويه بعد ما خست 13 كيلو؟ هي مش اتحسنت بس مفيش الم. اه يعني الاول كانت عشان تمشي بتروح الحمام وكده كانت دايما بتحس بمسمار في رجلها. ايوه في 13 كيلو اتشالوا من الوزن اللي محمل على رجلها. يعني الاول ما بقاش في شكوى بالرجل شويه. طب الحمد يعني لله. يعني ما توجعنيش. طب الحمد لله ان شاء الله تقوم تبقى رهوان بقى تلحقوه. يا رب يا فندم يا رب. شكرا يا استاذ رزق. شكرا جزيلا. الحقيقه يعني احلى حاجه لما التجربه تبين قد ايه الناس يعني خست على الـ الالياف. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكراً دكتور شكراً محمد تركي. شكرا جزيلا حضرتك يعني دكتور محمد تركي مدرس مساعد كليه الصيدله واحد اعضاء الفريق الطبي بشركه اورجانيكا جروب للمنتجات الطبيه. نورتني يا دكتور. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله.